I am you. قبل المنافسات الرسمية المنتظرة بإذن الله، ولكن لسه الميعاد تحديدا لم يحدد، هيحدد قبلها بشهر، ولكن أول اللقاءات هو خارج الديار. أدي كورة حلوة، مواجهة أهلي اللي بيلعب اللقاء رقم 20 دولي مع منتخبنا الوطني الأول على طول من غير تحضير كورة للأمام. رمضان صبحي عايزة بيلعب كرة على طول، ولكن ضغط من رمضان. لا، حجازي بيحضر، ادي التمريرة الامامية على طول. رمضان هيقدم لنا ايه؟ العين عليه النهاردة. رمضان واحد، الجمهور المصري بيقول يا رب، وطبعا يهمنا نستفيد من بعض الاسماء ومن بعض الثغرات اللي ظهرت بوضوح خلال منافسات الكان بالجابون. محمد السمراء، محمود كهربا، عايزين نشوف الفولت العالي النهاردة والجماهير اللي امتلأت بيهم جنبات ملعب برج العرب كلها وهم في أبهى حلة وأفضل أداء. أدي شد وجذب واضح بشكل جيد كريم حافظ. رمضان صبحي بيعمل كنترول، ولكن في تدخل على طول لاعب ويجن. رمضان صبحي اول كنت عمرو ورده، عايزين نسرع رتم اللقاء. ادي كوره مره تانيه، وادي رمضان، ولكن في رايه رجب. والنهارده رمضان ابو التفانين حدوته، نفسنا نطلع بالهجمه المنطقيه، الهجمه الحلوه المصريه مع الكوتيفوار. مرة تانية أمير عادل يصطادها رمضان، الكرة الأمامية، التحرك حلو، ولكن رمضان مهم جدا جدا ظهوره. وادي التحرك من ادي التمريرات والتحركات هنا. ايه سام مرسي، ادي كورة بوش رجل الخارجي ولكن قصيرة، يتابعها رمضان اللي ضم للان. النهاردة بيلعب اللقاء الدولي رقم 76. رمضان صبحي يا ولد، ولكن كرة عند أتا كرة لك طبعا، نفسه يشارك رواية هذا اليوم منتخب مصر ومنتخب توجو. أمير عادل حتى الآن مش شايفين البصمة. أدي كريم مرة تانية ماس. رمضان صبحي يطلع كريم المرة دي بشكل جيد. كريم حافظ بيكتسب الثقة. كريم رويدا، يا سلام على رمضان لما يتحرك ويلعب إيجابي. عدى، كسب مساحة ووصل على حدود المنطقة، ولكن ايدي بايور بيوجه فينسنت بوسو. رمضان صبحي مرة تانية، سام بيعمل تمريرة. رمضان استلم، رمضان واحد وسط ثلاثة، حط جسمه بشكل جيد. والمرة استلم رمضان واحد وسط ثلاثة، حط في التلت الأخير، نخلي بالنا. مرة تانية اللي حققت إنجاز 2010، أدي كورة ولكن في التحامات بتسقط على طول عند سام، يسلم لرمضان مرة تانية. الشيخ يا عيني على طول بيسلم سام، التحرك اللعب عمرو صاحب القميص رقم 12. أدي كورة هات وخد، ودايما مع تبديلات توجو بتاتي الأهداف. ادي رمضان، وادي اللمسات، وادي الغزال جدا جدا شريف في منافسات الدوري المصري، وايضا في مشاركات النادي الاهلي
في دوري الأبطال، أحد أسباب التأهل. لكن في تمريرات وأيضا في تمركزات. أدي رمضان يسلم الشيخ، حط جال المنافسات الرسمية قادمة. أدي كرة مرة تانية، ولكن شيفو محمد عبد الشافي النجم الكبير واقف صح.